السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ انا سمية حارث، بيوتي بلوجر من دبي، وحياكم الله في قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم بيكون عن زنيدو. زنيدو عبارة عن خدمة اشتراك شهرية، توصل كل شهر شنطة او علبة فيها مجموعة منتجات بيوتي، سكين كير، هاي الاشياء. ممكن تكون ديلوكس سامبل او سامبلز عادية عشان تجربينهم. اول مره اشترك وياهم، بخلي لكم الرابط في صندوق الوصف تحت اذا حابين تشتركون وياهم. اشتركت وياهم لمده 6 شهور، كنت شايفه على الانستغرام وايد بيوتي بلوجرز مشتركين وياهم ويمدحونها. مو متاكده اذا الخدمه عندهم في الخليج ولا بس الامارات. انا لان من دبي اشتركت وياهم، وفي عده خيارات للدفع، يا اما الدفع عن طريق الفيزا على الموقع مباشره، او تدفعين اول مره عند التوصيل وباقي الاشهر توصلك مجانا. هذه علبه شهر مايو، ما فتحتها، بفتحها الحين وياكم وتعالوا نشوف شو موجود فيها. اول شيء عجبني في العلبه شكلها الانيق، وايد حلوة وشي مرتبة، وعليها علامة دوف. حلوة صراحة. وهذا شكل العلبة من داخل. اشوف فيها منتجات وايدة. خل نبدأ. اول شي شفته في علبة زنيدو الشهر مايو 2015، كريم اليدين من دوف. ما تجربته صراحة من قبل، بس ريحته حلوة. بجربه وبشوف. وثاني شيء سكين ثيرابي بادي ووش. صراحة ما جربت هاي الماركة من قبل، سكين ثيرابي، وما أعرف وين موجودة. هاي سكين ثيرابي البادي ووش أو غسول الجسم، ريحته وايد خفيفة. ثالث شيء موجود في الشنطة وندر بنسل، اجحال داخل العين، لونه بيج، من ماركة اسمها مس بيوتي. اول مره اسمع بهاي الماركه، وصراحه اللون حلو، يعني اللون نود مو بابيض، فاحس انه حلو لداخل العين، ما يكون شيء ابيض فاقع. بجربه وبشوف. انا مشكله عيوني انها بسرعه تنشف وتحسس، فنادر ما استخدم اي كحل داخل العين. كحل يعني كحل، للي ما يعرفون بالامارات نسميه كحل. لوشن الجسم من دوف، والله ريحته حلوه، وهذا الدراي سكن، احب انا هاللوشنات، عاده تكون موجوده في السوبر ماركت. ذكرني بلوشن نيفيا، تجربته من قبل، هاكي وايد كان جميل. من الاشياء اللي ما تجربتها ماركه مراد، اظن شي اسمها. هذه الماركه انا شايفتها في صيدليات بوتس، وواصلني هنا كلينزر او تونر، هايدريتنج تونر. سمعت وايد مدح على هاي الماركه، ف اشوف هني في منتجين منها. اول شيء التونر، وبراويكم الحين المنتج الثاني. ثاني منتج من ماركة مراد سيرم. يعني استخدم اول شيء التونر ونمبر 2 السيرم، ويا بعض المفروض اني استخدمهم. مثل ما قلت لكم ما تجربت الماركة وبشوفها. وفي شيء هني ظريف، بيوتي بلندر من ماركة اسمها سينيور كوزماتيك تول. اول مرة اسمع بها، الوانها حلوة شي وردي وابيض. لازم اجربها. بشكل عام انا وايد احب استخدم البيوتي بلندر، سواء الصفرة او البرتقالية من ريل تكنيكس، او البيوتي بلندر الاوريجينال الوردية، فبشوف اذا هذه بديل لها ولا لا. واخر شيء موجود في الشنطة علبة فيها شامبو وبلسم، الماركة غريبة اول مرة اشوفها، ومكتوب عليها Made in Korea، يعني منتجات كورية، وأنا وايد أحب المنتجات الكورية. فبشوف، هاي مكتوب عليها إنها حق الدمج هير، يمكن تناسب شعري. وهذه يا حلوات المنتجات اللي كانت موجودة في شنطة زنيدو الشهر مايو 2015. أغلب المنتجات مثل ما تشوفون جديدة، ما تجربتها. في شيء بالحجم العادي، وفي شيء لا ديلوكس سامبل، وهالشيء عجبني صراحة. اكيد بجربهم كلهم، بنزل رايي بالتفصيل عنهم على الانستغرام. وبعد اذا حابين تشتركون وياهم بتحصلون الرابط تحت. ولا تنسون يا حلوات اللايك والكومنت، وبعد سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد انزله على قناتي. مع السلامه.